طيب أبو عبد الله، من الملاحظ بأنه كان في الآونة الأخيرة هناك حديث من قبل بعض المحللين بأن هناك دعم كبير من قبل ميليشيا فاغنر لقوات الدعم السريع ولقائدها الفريق حميتي، في المقابل نرى الفريق البرهان حاضرا في القمة الروسية الإفريقية مع الرئيس بوتين، فما الانطباع الذي لديكم جراء مثل هذه الأقاويل وحضور البرهان في تلك القمة؟ البرهان هو الرئيس الفعلي، هو الرئيس الفعلي وما زال يعني ماسك في الأرض، ولا قوته ولا شعبيته ولا مكانته. نعم الشعوب ساخطة والأوضاع ساخطة، خصوصا البرهان الآن يحظى بدعم دولي. بالمناسبة الدول الأوروبية والدول الداعمة للبرهان كبعض الدول الخليجية والدول الأوروبية هي لا تلتفت اليوم إلى إرادة الشعب السوداني أو ماذا يريد الشعب السوداني، هي تلتفت إلى مصالحها. فاليوم ظهور البرهان لأنه هو الرجل يحظى بدعم دولي، وأنا هنا لا أقول وجهة نظري، رأيي أنا أحلل بموضوعية، فهو رجل يحظى بدعم دولي لأن البرهان رجل المرحلة للأمريكان، رجل المرحلة لبعض الدول الخليجية، رجل المرحلة اللي راح يخدم مشاريعهم الكبرى الاقتصادية أو رؤاهم المستقبلية مع التطبيع مع العدو الصهيوني كمشروع نيوم وبعض المشاريع اللي ستكون في المستقبل بين الكيان الصهيوني وصفقات الاقتصادية بين دول بعض دول الخليج والدول المطبعة مع العدو الصهيوني. ما يستطيعون أن يستغنون حاليا عن البرهان مهما كان الدعم لحميتي أو غيره في هذه المرحلة. حميتي رجل المرحلة ورجل هو الذي سيوقع على 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 التطبيع مع العدو الصهيوني، لا قدر الله، هذا شيء أنا ما أتمناه، ولكن هذا الواقع بأن البرهان هو رجل يشبه كثير من الحكام العرب اللي هم يأتمرون بأمر البيت الأبيض مع شديد الأسف. طيب أبو عبد الله، يبدو بأنه في الآونة الأخيرة تم خطف الأضواء في إفريقيا لصالح انقلاب النيجر، الآن العالم أجمع يتحدث عن هذا الانقلاب، هل تعتقد بأن هناك أيادي روسية خفية تقف وراء هذا الانقلاب؟ والله أنا لا أشك في ذلك، لا أشك في ذلك لعدة أسباب. أولا أفول النجم الفرنسي في القارة الأفريقية بصورة عامة، لا ننسى بأن